السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله هنشوفوا الدوبل فولتاج، يعني الدوبل فولتاج كيتكرر. يعني عندنا هنا كونداساتور 4700 ميكرو فاراد 35 فولت، ومكتف كاباسيتور 4700 ميكرو فاراد 35 فولت 35 فولت، يعني بحال. وهنايا الديود الأولى والديود الثانية، ريزيستور ديود ريزيستور هي كتقاد يعني التيار كما كنقولوا حنايا. عندنا النوتر غيدخل الترانسفورماتور 220 فولت، وغيدخل الفاز غيدخل الترانسفورماتور 220 فولت، وغيخرج لك محول 12 فولت 12 فولت غتمشي للديود بجوج على كايا، تمشي للديود ومن الديود الاولى غيخرج منها خيط غيمشي للبلس ديال هذا المكتف، والديود الاخرى غيخرج منها خيط غيمشي للموان ديال المكتف، والموان ديال المكتف مع البلس ديال المكتف، ومن هنايا غيمشي لهاد هاد الترانسفورماتور 0 فولت. فهما دابا قلنا 220 فولت النوتر غيدخل هنايا والفاز غيدخل هنا، ومن هنا غتخرج يعني 12 فولت 12 فولت غتمشي للديود بجوج. الديود الاولى غودغيستور يعني اللي قد غتمشي لهنايا، الرجل ديال المكتف كاباسيتور 4700 ميكرو فولت 35 فولت، والديود الاخرى 12 فولت غتمشي للموان، والرجل ديال الموان مع البريز ديال هادي غتمشي للخيط ديال ترانسفورماتور محول. يعني هذا كيتسمى الدوبل فولتاج، يعني الفولتاج كيت الفولت كيت كيت كي يعني كيتكرر كيتزاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير.